يا جماعه شرف اتفضل واهلين وتحليل يا ستان يلا اتفضل اتفضل مع الصور يا شباب كل اللي ورا واللي قدام يلا عليك انت انت فضحنا فوق اهو بصوا علينا 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 وينو شيخ عبد العليم بلو تأخر لا لا تكوا يوصل هلا حلو يجي خلاص فضلوا فضلوا تحلوا فضلوا يا فعود اهو تقعد كمان وراس بلا رقبة ما بتفهم الأصول انت ايه ان شاء الله ألف مبروك يا صاحبي تتهنى ان شاء الله بالك الله يكون بعونك لا إله إلا الله محمد رسول الله لك شو بنا لك نمس ليش هيك مصوفين ليش خايف ليلة ليلتك نماس احكي انت اللي ندحت لي شو بدك؟ اي صحيح انا اللي ندحت لك بتعرف لك نماس علي الحلال انت واحد مش نص شو هالحكي؟ اي مثل ما عم بقول لك هي بنت حماي مرزوقه مرزوقه معها مصاري خيرات الله والله اي والله بس انا بدي ابري زمتي قدامك ابري انا مالي متذكر اذا كان قلت لك ولا ما قلت لك بس هلا حتى لو كنت قلت لك بدي ارجع اقول لك هاي بنت حماي قبل ما تكتب كتابك عليها كانت أخذة خمسة قبل منها بس كلهم تركتهم طبعا يعني معلوم تركتهم من زمان خمس شو؟ خمس زلم كانت مجوزة خمسة قبل منها أول واحد طلعته الثاني مات الثالث طلعته الرابع مات الخامس طلعته السادس صارت تصيبك يا نمس لك شو بك عم تطوطوط انت وياه؟ لك ما بتستحوا؟ قاعدين بين لمة ناس وقاعد انت وياه عم تتوششوا لا بس خلي طريق على بيت الادب ايه عادي يلا يلا شريف شريف يلا يلا وين نبس يلا بس بس على بيت الادب دقيقة دقيقة اسمعي ليلى لبنت اختك من اختها مو بنت اختها ليلى لاختك اذا ما بتجي بدي اسحبها من شعرها لهالعروس وبدها جوازه تم يعني بدها تتم الجوازه فهمتي ولا يا عيني عليك الله يسمع منك الهي حاكم اضرب حظها تقلال شوي ايه والله خلصني انا يا حرام صار اذا لازم يكمل الزينو المعلوم لك لك اي والله لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يتمم